الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ وحشني جدا. ان شاء الله باذن الله احنا السمستر ده السبرينج سمستر ام ريلي فيري هابي ان احنا نبقى مع بعض ان شاء الله ديورينج بزنس ماثماتكس. الابريفيشن بتاع الكورس بتاعنا هو ماس 121، كورس من الكورسز اللي انت يعني مش هتستغنى عنه في حياتك العمليه. اتس ريلي فيري براكتيكال كورس فور يو اند ات ويل ريفرش اند بيلد ا هيوج باك جراوند يو ويل نيد ات ديورينج يور ستاديز. الكورس ده بيشكل خلفية كبيرة جدا 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 وغاية في الأهمية داخل الكورس ده وخلال الكورسز اللي جاية بإذن الله. My name is Omar Muhammad Salah, and I am Assistant Professor Engineering Mathematics in the Department of Engineering Mathematics and Physics in the Gazi University. Also, I'm an Assistant Professor in Faculty of Engineering in the ECU. وكمان بسعد ان انا بدرس لك الكورسز بتاعت الماثماتكس والاستاتستكس، ويمكن بعضكم لو كان مسجل الاستاتستكس الترم اللي فات يبقى احنا اتعاملنا مع بعض. اللي بالنسبه له اول مره يتعامل معايا ان شاء الله باذن الله حضرتك هتلاحظ ان انا هحاول على قدر الامكان اني ابذل as much as I can ان انا اخلي لك العمليه ظريفه جدا، والماثماتكس انت هتحبها. انا احب اقول للناس كلها اللي هي بتحس ان الماثماتكس اتس بريتل ماتيريال وهارد وهارد تو اندرستاند، لا، الكورس بتاعنا ان شاء الله من غير مقاطعه هتحس ان هو ظريف جدا جدا جدا، سهل تماما. هنحاول نبدا فيه من البدايه. انا هبدا إلى 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 مستوى قليل قوي قوي قوي، ونطلع كلنا مع بعض ستيب باي ستيب، وأنا هكلمك باستفاضة داخل الكونتنتس المختلفة بتاعة الكورس بتاعنا، إيه اللي إحنا هنشوفه و و و وخلافه. أنا سعيد جدا 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 إن أنا معاكم السمستر ده، وأتمنى بإذن الله إن يبقى الموضوع بالنسبة ليك نفس الكلام. سعيد جدا وأتمنى إنك تستمتع بالكورس بتاعنا. تابعوني من فضلكم. معلش انا واقف، لازم اقف شويه بين كل سلايد وسلايد، وده علشان بيحصل ديلي بالنسبه للباوربوينت ريكوردينج سيستم. طبعا الكورس بتاعنا اسمه زي ما انا قلت لك في السلايد اللي فات هو بزنس ماثماتكس. ده الغلاف بتاع الكتاب الخاص بده، وهو هينزل لك بي دي اف، وهينزل على صوره مجموعه من الفيديوهات زي الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي، وفي فيديوهات تانية كمان انا هصورها لايف بالنسبه لك، بحيث اخلي الامور اقرب ما تكون سهله جدا بالنسبه لحضرتك. عايز اتكلم معاك باستفاضه عن الكونتنتس بتاعت الكورس بتاعتنا. طبعا ده مش هيتكرر، ده في الليكشر الاولانيه، وده جزء من الانترودكشن اللي احنا نتكلم عليه. موضوع غايه في الاهميه. انا عايز قبل ما ابدا في كل ده احب ان انا اكلمك شويه عن الدرجات بتاعتك. ما تقلقش تماما من موضوع الدرجات، انا 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 واخد السايد بتاعك الى اقصى درجه ممكن تتخيلها. يميني رقم واحد الالتزام الشديد من الكل، رقم اتنين تقديم الاساينمنتس المختلفة في مواعيدها، رقم تلاتة الاتندنس بتاع المحاضرات، حاول ما تغيبش من فضلك، وحاول وانا كمان هحاول ان اكون ملتزم جدا معاك انا والبشمهندس حسن اللي هيتولى التوتوريالز معانا، وبالتالي ان شاء الله من غير مقاطعة مش هيبقى فيه اي مشاكل بالنسبة لك. قبل ما تخش الامتحان هتكون متدرب كويس على الاسئلة اللي هتجيلك فيه، فبالتالي اللي هيبذل مجهود كويس ان شاء الله من غير مقاطعة هيحقق هدفين اتنين. الهدف الاولاني انه يباص الكورس ده من غير اي مشاكل. الهدف رقم اتنين، او يمكن حتى هو الهدف الاول بصراحة، انك تكون اخدت المعلومات اللي تفيدك down the road في الاذر كورسز related to this course. طبعا هنبدأ اول حاجة البيزنس ماتماتيكس. بالنسبة لنا احنا قسمناها الى جزئين. الجزء الاولاني اللي هو بارت نمبر 1 ده بنتكلم فيه على الالجبرا اند كالكولاس بريليمري كونسبتس. مش هناخد حاجات معقده، بس هناخد حاجات بسيطه جدا في الالجبرا احنا ما تقدرش تستغنى عنها بالنسبه لبزنس فيلدز او اسبيكتس، ما تقدرش تمشي من غير شويه الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها دي، وحتى كمان احنا حاولنا ان احنا نختصرها قوي بحيث ان الامور تكون مباشره. اول تشابتر هنتكلم عليه ده بيتكلم على solution of first degree equations. الانترودكشن بتاعتها بسيطة قوي وهنشوفها كمان شوية، وده هنبدأه النهاردة. بيكون كمان من second degree equations، ان شاء الله في المحاضرة دي هنحاول ان احنا نغطيها، يبقى 1.2 1.3 will be completely
will be completely satisfied and studied in this lecture. Lecture second lecture هندرس فيها first degree inequalities و absolute and magnitude application وهنعمل assignment عليهم كلهم ونراجع عليهم بشكل كويس المحاضرة اللي جاية. يبقى إذن في الوضع الراهن احنا قدرنا ان احنا نلم الفصل الاولاني في two lectures. مش دايما هنقدر نغطي كل chapter in two lectures. بعض الشابترز هنحاول ان احنا نضغطها وتبقى موجودة في lecture واحدة. فعموما ما تقلقش خالص لان الهدف كله في الاول وفي الاخر انك تحصل على المعلومات بتاعتك وتبقى فاهم. يبقى اذا chapter 1 بيتكلم على really very very simple principles in algebra, first degree equations, second degree equations, inequalities, what the difference between an equation and the inequality. يعني ايه الفرق بين المعادله وبين المتباينه باللغه العربيه. هناخد الابسوليوت اللي هو اسمه المقياس او الحد المطلق. الابسوليوت او الماجنيتيود ابليكيشنز ازاي بقدر استخدمهم واحل معادلات في وجوده. شابتر نمبر 2 بيتكلم على توبيك اتس ريلي فيري امبورتنت فور بزنس اسبيكتس. انا بتكلم على الستريت لاين ايكويشن. ومعنى ستريت لاين ايكويشن ده بيهمني جدا 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 خلال الجزء خلال دراستك داخل الكليه والابليكيشنز بتاعتها. رقم واحد هنتكلم على introduction. ايه هو الستريت لاين؟ ايه هي الفانكشنز اللي بتؤدي الى الستريت لاين؟ ايه طبيعه الفاريبلز اللي موجوده في الستريت لاين؟ بعد كده هنتكلم على الستريت لاين ريبريزنتيشن، الجرافينج والفيرتيوس بوزيشنز بتاعت الستريت لاين. كمان هناخد ازاي to grab an equation of a straight line directly by knowing two points. بعدين الاساينمنت الخاص بيهم. ده بالنسبه للجزء الاولاني اللي هو بتاع الستريت لاين او الشابتر نمبر 2. الشابتر نمبر 3 انا بتكلم معاك طبعا لازلنا هنا بالنسبه لشابتر 3. خلينا نتكلم على شابتر 3 الاول. هو حتى في السلايد دي ظهر شابتر 4 وهو خاص بالالجبرا، لكن انا احب ادي لك شابتر 3 الاول خاص بالفانكشنز والديريفاتيفز، بعدين هرجع تاني للالجبرا في شابتر 4. بالنسبة لشابتر 3 احنا هناخد فيه introduction about functions, the type of main functions that you will use and you will need down the road to understand the relations, the various relations between functions والderivatives بتاعتها. هناخد introduction about the derivative, what's the meaning of derivative, ليه بنحتاجه. هنعمل عليه training وapplications كتير وهيبقى عندك assignment number 3. الشابتر ده it's really very important. وas I told you previously, each and every chapter we will go through it, it will be a part of our final exam and midterm exam, of course. Hopefully, if we got enough time, we will be able to give you chapter 4, which is a solutions for linear system of equations. ده من الشابترز المهمة قوي يا شباب. الشابتر ده غاية في الأهمية. خلي بالك أنا إحنا حاولنا to build up your background in algebra and functions بحيث إن الحاجة اللي أنت هتاخدها أولا تبقى practical، ثانيا حضرتك تقدر تستفيد بيها بسهولة جدا جدا during your career يعني. وكمان الكورسز اللي هتيجي down the road تقدر إنها تنفعك. تأكد 100% ان احنا مش هنعدي سيكشن او سب سيكشن من غير ما بقى انا متأكد ان حضرتك فهمه، طالما حضرتك بتحضر المحاضرات والامور بتاعتك تمام ان شاء الله. خلي بالك احنا عندنا solutions for linear system of equations. هنتكلم على الانترودكشن، الجرافيكال سوليوشن بالنسبة للينير equations دي، زي معادلة الخط ارسمها واذا اتقطعوا مع بعض زي اجيب البوينت اوف انترسكشن اللي هي السوليوشن بتاع السيستم ده. هنتكلم على الالمينيشن ميثود ان تو unknowns باستفاضة، وبعدين هناخد كرامرز ميثود as a one of the methods using matrices and determinants وهي بطريقة سهلة قوي 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 يعني. وبعدين هنتكلم على assignment number 4. وطبعا كل زي ما انا اكدت لك قبل كده الـ assignments are really very important وhopefully ان الامور كلها تبقى تمام بالنسبة لك. تابعني من فضلك. طبعا الجزء الثاني هعيد الكوبليه الاخير ده، ان مجرد ما نخلص الـ 3 chapters بتوع الالجبرا هنبدأ على part number 2 بنتكلم فيه على الـ financial mathematics, الـ definitions والـ concepts المختلفة. It's really really very important for you. It has a lot of applications in most of fields that you are going to discuss. وأهم من كل ده ان الجزء بتاع الـ financial mathematics
رقم واحد سهل في الفهم، رقم اتنين الابليكيشنز بتاعته دايركت، رقم تلاتة تاتشابل، انت بتحس بيه حواليك في كل مكان، في البنوك، في حياتك اليومية، فبالتالي جزء سهل جدا ويسهل التعامل معاه. هنقسمه لمجموعة من الشابترز، اتمنى ان احنا نقدر ناخدهم كلهم باستفاضة. الشابتر الاولاني هنتكلم فيه على ماثيماتيكال مودلز ان ايكونومكس، وده دايركت ابليكيشن على اللي احنا درسناه في الايكويشنز اللي احنا خدناها في البارت نمبر 1. طبعا هتلاقي فيه عندك الكوست كونسبتس، definitions and applications, revenue function, how to grab a profit concept and the formula، وازاي اقدر اعمل formulating the profit function. عندي بعض ال mathematical modeling in economics، عندي ال small firms factory models، عندنا agriculture company model، عندنا rental car model، عندنا break even analysis which is really very important في اي دراسة جدوى، لازم اعرف يعني ايه break even وازاي بقدر اعمله. عندي كمان موضوع غاية في الاهمية وهو 1.6، وهو بيتكلم على ال depreciation model، وهو direct application على ال straight line. لو انت بصيت على تشابتر نمبر 1 هتلاقي ان كل الحركات بتاعت الالجبرا اللي موجوده فيه هي اوريدي اللي انت درسته في تشابتر 1 وتشابتر 2 وتشابتر 3 اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه. ده الامبورتنس الفعلي بالنسبه للماثيماتيكال مودلز ان ايكونومكس. طبعا خلي بالك ان التشابتر ده غايه في الاهميه، كل الشباتر اللي احنا درسناها واحد بواحد بيجي عندك في الامتحان بتاعنا بيغطيه. انا برضو احب ان انا اكلمك في اللحظة دي عن الامتحان بتاعنا، وانا هكلمك during the course كل شوية على الاجزام وازاي بنكونه. انا من الناس اللي بتؤمن ان الامتحان بتاعك لابد انه يتناول كل البوينتس اللي احنا عدينا بيها، فتأكد ان كل محاضرة من المحاضرات اللي انا بديها لك هيجي منها جزء في الامتحان، انا ما بسيبش حاجة. وفي المقابل انا دايما بلتزم ببعض الامثلة الاساسية اللي موجودة عندك في كل شابتر، بس طبعا مع احتفاظ الحق ليا في اني اغير الارقام اللي موجودة فيها. يعني ادي معلومة غاية في الاهمية بالنسبة لك، تابعني من فضلك. يبقى اذا ده شابتر 1 في بارت نمبر 2 اللي هو ماثيماتيكال مودلز ان ايكونومي. اما اجي اتكلم على شابتر 2، شابتر 2 واو، it's a simple interest capital growth for one payment and equal payments. الشابتر ده غايه في الاهميه، تقريبا كل الشباتر اللي احنا واخدينها انا مختارها لك انها يعني ما فيش فيها هري كتير وكلام كتير، كلها يعني في المين انت فعلا محتاجها. يعني ايه simple interest؟ ليه بحتاجه؟ simple interest ده اللي هو الفايده البسيطه بالعربي. ليه بحتاج حاجه اسمها فايده بسيطه؟ بتعبر عن ايه؟ طبعا هو it's an investment، ده الـ output بتاع an investment. انا لما بستثمر جزء من شغل، من فلوس، بأجر فلوس زي ما احنا هنفهم بعد كده، هعرف ان في تمن، في حاجة. انا ليه بفتح مشروع؟ ليه بتعب واشيل الريسك ده؟ عشان في interest. احنا هنا في الشابتر ده هندرس يعني ايه simple interest، how to grab it، يعني ايه simple interest rate، ازاي اجيب future value، ازاي اجيب present value، سواء كان بالنسبة ل one payment او two payments. فانا فهم يعني ايه investment periods، يعني periodic payments and simple interest ازاي، how to grab it، different financial terminologies اللي موجودة معاك، يعني ايه الفرق بين الديبوزيت وبورود وايكويشن اوف فاليو اند بلا بلا بلا. هنفهم كل ده. طبعا عندنا جزء غايه في الاهميه لا يخلو منه امتحان، اللي هو الايكويشن اوف فاليو اند سمبل انترست. اهميه الجزء ده اللي هو 2.6 انه بيؤكد ان حضرتك قدرت تعرف حاجه اسمها كاش فلو، وانك قدرت تسيطر عليه وفهمت الكونسبت بتاع الفيوتشر فاليوز والفرق بينه وبين البريزنت فاليوز. اما اجي اتكلم على تشابتر 3 وده بيتكلم على حاجه اسمها بنك ديسكاونت، وتش برضو حاجه مهمه قوي، بيطلق عليه ساعات بالعربي بلغه البنوك القطع، ازاي بتقطع على شيك او بتقطع على كمبياله او شيء من هذا القبيل. البنك ديسكاونت ده الهدف منه ان احنا نشجع البرومبت بيمنت بالنسبه لللونز، فده برضو هنفهم، هناخد انترودكشن عليه، هنفهم يعني ايه سمبل ديسكاونت، الريليشن بتوين ديسكاونت اند انترست ريت، في ريليشن بتبقى بين الاثنين. ببساطه الديسكاونت ده يعني التخفيض. يعني هضرب مثال بسيط قوي، لو انا شفت تيشيرت
800 جنيه، بعدين اتعمل عليه ديسكاونت 40%، يبقى اذا ده معناه ان انا هدفع 60 جنيه. خلي بالك ال 40 جنيه اللي راحوا دول بيعبروا بمنطق مختلف من كل وجهة نظر. يعني ايه؟ يعني صاحب المحل اللي هو هيعمل الديسكاونت هو خسران 40 جنيه، عمل ديسكاونت مقداره 40 جنيه. اللي هيشتري التي شيرت ده هو already he paid 60 instead of paying 100، لذلك هو يعتبر عمل انترست مقداره 40. معايا؟ 40 جنيه ده يعتبر فايده بالنسبه له، يعتبر حقق فايده مقدارها 40 جنيه اللي هو قيمه التخفيض. ففي علاقه بتربط الديسكاونت بالانترست ريت. طبعا ناخد حاجه اسمها نت بريزنت فاليو او هنتكلم عليها في الاساينمنت بتاعه. تابعني. الشابتر اللي بعد كده هو البنك نوتس والابليكيشن بتاعتها والرولز بتاعتها، ان شاء الله هنعدي عليه اذا كان في وقت. هناخد كل البوينتس اللي فيه، يعني ايه بروميسري نوتس، يعني ايه تريجري بيلز، يعني ايه الكوميرشال بيبرز، سيرتيفيكتس اوف ديبوزيتس، هنعدي عليهم. بس ما كانش في وقت هتكلم بس على الجزء بتاع البروميسري نوتس لانه اتس ريلي فيري امبورتنت، والدايركت ابليكيشن على الديسكاونت والانترست. شابتر نمبر 5 which is really one of the most important parts for in this course، بتكلم فيه على حاجة اسمها compound interest. يعني ايه compound interest؟ يعني الفايدة المركبة. على فكرة هو مش صعب، هو اسهل جزء عندك، ولكن مرتبط بانك فهمت الconcept بتاع الinterest in general. فهتلاحظ ان الجزء بتاع compound interest ده هو chapter number 2 اللي هو simple interest، بس باختلاف الايكويشنز اللي احنا بنستخدمها واللوز اللي بنستخدمها in acquiring simple interest and compound interest. لذلك هتلاقي chapter 5 بيكون من compound interest، الترمينولوجيز بتاعته، المين لوز، training problems، الافكتيف annual rate، يعني ايه effective annual rate، ده مهم قوي، present value concept of making decisions، equation of value، بالظبط زي تقريبا الشابتر بتاع simple interest. ففعلا موضوع من المواضيع الغاية في الأهمية. ده بالنسبة لشابتر نمبر 5. شابتر نمبر 6 is devoted for the equal payments including present, future and the deferred type payments of equal payments. موضوع الـ equal payments ده غاية في الأهمية. ما تنساش ان في حاجات كتيرة قوي في حياتنا الفترة دي بتعتمد على وجود equal payments. انت لو بتعمل investment في بنك او اشتريت شهادات زي غالبية الناس ما هي عملت في الفترة اللي فاتت، الشهادات دي بتطلع عائد شهري ثابت، فبالتالي بتطلع equal payments. يعني equal payments يعني equal in magnitude and equal in period in their periods of time. يعني اقدر اقول ايه برضو عشان اقرب لك الموضوع قوي، 1000 جنيه في الشهر، ده معناه ايه؟ كل شهر تاخد 1000 جنيه، كل شهر تاخد 1000 جنيه. برضو نفس الكونسبت ده it's really very important لو انت بتعمل تقسيط، لو انت بتعمل كريدت، تاخد واخد عربية بالتقسيط. اوكي، ده معناه ايه؟ ان انت كل شهر هتدفع fixed amount، بتدفع down payment، بعد كده each month you will pay fixed amount of money نتيجة ان انت بتقسط المبلغ اللي موجود عليك. فهتلاقي مثلا العربية دي انت دفعت لها مقدم 60,000 وبتقسط في الشهر 4-5,000 جنيه، كل شهر تدفع 5,000 جنيه كل لعدد معين من الاشهر او لعدد معين من الاقساط لغاية لما تسد تمن العربية او البيت او الفيلا اللي انت عايز تشتريها ان شاء الله. يبقى اذا الهدف الاساسي من الايكوال بيمنتس ان انا اقدر تو اكوميليت فيوتشر فاليو، واقدر احسب برضو لو انا حبيت احسب البريزنت فاليو علشان اخد قرار لابد ان انا اقدر اعمل الموضوع ده. دايما اللي بيجي في الجزء بتاع الايكوال بيمنتس او الابليكيشنز بتاعتها بيحتاجوا ان ياخد ديسيجن. يعني انا لو معايا فلوس مثلا، هضرب مثلا بعربيه، المثل ده مهم قوي وهنتكلم فيه كتير بعد كده. لو انا مثلا عايز اشتري عربيه تمنها 300,000 جنيه، لو انا معايا 300,000 يبقى اذا انا في ايدي الاوبشنز في عمليه الاختيار. فبروح اقول والله طيب ماشي العربيه تمنها 300,000 ان فول، طب لو انا حبيت اقسطها على 5 سنين مثلا ادفع مقدم 100,000، يا ترى القسط هيبقى كام؟ الراجل يقول لي والله القسط قد كده. القسط ده هيبقى مقدار ثابت fixed amount equal payment for a fixed period. يبقى اذا انا مهمتي وانا واقف معاه بشوف الانترست ريت اللي هو هياخده كام، واحاول اجيب اعقد مقارنة
ما بين القيم بتاعت الفلوس اللي انا هدفعها دي لو في البريزنت تضارع كام، هل بتساوي 300 ألف بس ولا هل بتزيد عنها ولا هل بتقل عن 300 ألف، المفروض اخد القرار ديبند على استخدام هذه القوانين في هذه المرحلة. وده كله هنلمه مع بعض ديورنج الكورس. ما تقلقش خالص، الكورس مش كومبليكيتد، كل جزء فيه احنا هنعدي فيه سوا، وانت هتشوف المحاضرة بتاعت النهاردة قد ايه احنا هنحاول نعيد ونزيد في الحاجة تقريبا لغاية لما تحفظها، مش محتاج تعمل اي حاجة. اوكي، شكرا، تابعني. هنبدأ ان شاء الله دلوقتي المحاضرة الاولانية بتاعتنا عشان الوقت مضغوط. هنتكلم فيها على الجزء بتاع الالجبرا، هتكلم فيها على تشابتر 1 واللي هو اول موضوع فيه ازاي تسولف ا سولوشن، تو فايند ا سولوشن اوف الجبريك فيرست ديجري ايكويشنز. الموضوع ده غاية في الاهمية، فعلا مهم جدا جدا جدا. خليك معايا كده وتابعني. واحدة، اول حاجة هنتكلم على الالجبريك فيرست ديجري ايكويشنز ان وان فاريبل. يعني ايه؟ يعني ايه اصلا ايكويشن؟ خلينا نبدا من البدايه خالص. يعني ايه ايكويشن؟ كلمه ايكويشن ان ماثماتكس يعني انا عندي العلامه دي، ليه علامه الايكوال؟ معنى ان في ايكوال ساين، يعني انا عندي ليفت هاند سايد وعندي رايت هاند سايد. نعيد تاني، اللي موجود قدامي ده ماثيماتيكال اكسبريشن، اللي موجود قدامي ده اسمه ماثيماتيكال اكسبريشن. انا عرفت منين ان الماثيماتيكال اكسبريشن ده ايكويشن؟ عرفت انه equation لان في الوسط فيها علامة equal. That's ان انا عندي right hand side وعندي left hand side. معنى علامة اليساوي ده ان انا عندي كفتين ميزان، left hand side right hand side، الاتنين equal بالظبط زي بعض. طيب how to solve this equation؟ هنتكلم في السولوشن بتاعها، بس انا المهمني دلوقتي ان انا اول ما ابص على دي اعرف ان دي ايكويشن. عرفت منين انها ايكويشن يا عمر؟ اه، لان فيها علامه يساوي والجانب الايمن بيساوي الجانب الايسر. طيب يا ترى دي ويتش ديجري؟ تاني، ويتش ديجري من درجه كام؟ انا بقول ان دي فيرست ديجري. عرفت منين انها فيرست ديجري؟ لان الاكس دي الباور بتاعها بواحد، طالما ما فيش رقم مكتوب فوق الاكس يبقى واحد. طبعا الاكس يمين الاكس شمال هي لازالت معادلة في درجة اولى، يبقى انا لو جيت اقرا دي هقول ان دي first degree equation. عرفت منين انها equation؟ لان في يساوي. عرفت منين انها first degree؟ ان الاكس دي الباور بتاعها بواحد والاكس دي الباور بتاعها بواحد، الفاريبل في اي مكان الباور بتاعه بواحد. طيب اكمل، يا ترى دي في متغير واحد في one variable ولا في several variables؟ لو انا بصيت هلاقي الايكويشن كلها فيها one unknown، في variable واحد انا مش عارف قيمته اللي هو اسمه اكس، يبقى اذا دي in one variable. يبقى انا لو حبيت اقرا دي او اتكلم على اللي قدامي الماثيماتيكال اكسبريشن ده هقول this is a first degree equation in one variable. يبقى قلت ثلاث معلومات، equation رقم 2، first degree رقم 3، one variable. يبقى إذن this is a first degree equation in one variable. طبعا معنى ان انا قلت in one variable ان ممكن يبقى عندي in multiple variables زي دي مثلا. لو انت بصيت على الequation اللي موجودة قدامي، ايوة equation، ايوة equation، ليه عرفت انها equation؟ لان فيها علامة اليساوي. طبعا في left hand side right hand side. لو بصيت it's a first degree. Yeah Yeah, exactly right. It's a first degree. منين عرفت انها first degree؟ ان ال y powerها 1، ال g powerها 1، ال r powerها 1. Power يعني ال number اللي فوق ال r او ال g او ال y. طيب in one variable؟ No, in multiple variables. لان فيها r و g و mean و y. روعة. يبقى انا دلوقتي عرفت الكونسبت اللي احنا بنتكلم عليه. نخش على الخطوة اللي بعد كده او السلايد اللي بعد كده. لغاية دلوقتي أنا ما اتكلمتش على الحلول، الحلول بتاعتها سهلة جدا جدا جدا، تابعني. إيه هي solution steps بتاعتي علشان أحل first degree equation in one variable؟ رقم واحد، لابد إنك rearrange the equation such that all the variables are in one side and all the numbers will be on the other side. يبقى الفيرست ستيب، we will have to rearrange our equation. Getting all the variables in one side and all the numbers on the other side. Step number two. Get the x value by dividing both sides on the x coefficients.
الكوفيشنت اللي موجود قدام الاكس انا هقسم عليه البوث سايدز. تعال بص معايا كده وستيب باي ستيب احنا هنحل المعادلات دي كلها. You have seven equations, seven of them. يعني مستحيل بعد السبع افكار دول ما تعرفش تحلها. على فكرة نسيت اقول لك السؤال ده جاي لك في الامتحان. يعني الامتحان بتاعك الفاينل او اذا كان في ميد تيرم هنعمله او اذا كان في كويز مفاجئ احتمال البوب اب كويز ده يبقى الاسبوع اللي جاي واللي بعده واخد بالك هيظهر فيه المعادلة دي ازاي تعرف تحلها. انا هدربك على سبعة. الامر من اسهل ما يمكن ان تتخيل. تابعني كده واحدة واحدة. اول مساله عايز احلها x minus 5 equal 2x minus 8. once more this is a first degree equation in one variable. طبعا عرفت انها equation لان عندي علامه يساوي. step number 1 get all the variables in one side. يبقى step number 1 هن move ال x دي from the left hand side to the right hand side. يبقى انا هحرك ال x from left hand side to right hand side. خلينا نتفق على حاجه. لو انا بحرك اي شيء من الطرف الايمن للطرف الايسر اعكس الاشاره بتاعته والعكس بالعكس. يعني لو بحرك اي شيء نمبر او فاريبل من الرايت هاند سايد للليفت هاند سايد او من الليفت هاند سايد للرايت هاند سايد الساين بتاعته تتغير. بص كده الاكس دي هازنج ات هاز ا بوزيتيف ساين. وين وي موف ات تو ذا اذر سايد ات ويل هاف ا نيجاتيف ساين. يبقى إذن أول خطوة أنا عملتها حركت الإكس اليمادي خليتها ماينس إكس. يب يو آر رايت. الماينس 8 دي هوديها في الأذر سايد يبقى دي ماينس 8 لما أوديها الطرف الآخر تروح بوزيتيف 8. يبقى إذن النيجاتيف أول ما يعدي الإشارة أول ما يعدي إشارة الإيكوال يعني اتنقل من الليفت هاند للرايت هاند أو من الرايت هاند للليفت هاند الإشارة بتاعته تتغير. لذلك بص الستيب اللي بعديها ماينس 8 راحت الأذر سايد بقت بوزيتيف 8. يبقى أنا عندي 8 minus 5 في الاذر سايد عندي 2x minus x. ابدا اجمع الارقام اللي موجوده 8 و minus 5. خلينا نتفق على حاجه من البدايه عشان ما يحصلش ابدا اخطاء. اما يبقى عندي 2 digits او 2 numbers زي دول having different sign باخد الdifference بينهم واحط اشاره النمبر الكبير. يبقى انا لو عندي 8 و minus 5 الفرق بتاعهم هيبقى 3. لو انا عندي 2x positive و minus x الفرق بينهم x والاشاره بتاعتها positive لذلك اصبحت 3 equal x او x equal 3. ما هو طبيعي جدا احنا كلنا فاهمين ده. لما اقول x بتساوي 2 هي 2 بيساوي x. نعيد تاني الخطوات ركز قوي معي. أول خطوة عملتها خليت المتغيرات كلها في طرف واحد والأرقام كلها في الطرف الآخر. طبعا هنا احنا عاملينها بالراحة قوي علشان انت لسه بس بتشوفها لأول مرة يعني. فأرجوك ركز قوي انك تفهمها يعني. أول حاجة عملتها الإكس دي بوزيتيف وديتها الأذر سايد أصبحت نيجاتيف إكس أهو. الخطوة اللي بعديها ماينس 8 وديتها الأذر سايد فراحت ببوزيتيف نمبر فأصبحت 8 ماينس 5. لما يبقى عندي 8 بوزيتيف 8 ماينس 5 الاشاره بتاعتهم ديفرنت اجيب الديفرنس اللي هو 3 واحط اشاره الكبير يبقى بوزيتيف 3. سيم واي لايك عندي 2x و ماينس x الديفرنس بينهم قد ايه؟ 2 ماينس 1 ب 1 يبقى عندي x. يبقى دي معناها x بيساوي 3. يبقى اذا بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. الستيب اللي بعديها دايركت. الستيب اللي بعديها دايركت هروح داخل اهو. لو انا عايز خلاص انا حليت صحيح انا جبت x بيساوي 3 ده السولوشن بتاع الايكويشن اللي فوق. طيب اولا ده اسمه ايه في التصنيف بتاع الحل؟ ده اسمه يونيك سولوشن او حل منفرد لان فقط x بتساوي 3 هتخلي الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد. تعال جرب معايا كده تابعني. امسك ورقه وقلم شيل كل x وحط الفاليو بتاعتها اللي هي ب 3 هيبقى 3 minus 5 هيدي لك minus 2. خلي بالك روح الاذر سايد 2 times 3 ب 6 6 minus 8 برضو ب negative 2 يبقى left hand side ب minus 2 right hand side برضو ب minus 2 يبقى isn't correct. تعال نعيد نفس الكلام تاني على البروبلم الجديدة بتاعتي تحت minus 5x plus 2 equal 16 minus 3x. دي السؤال اللي بعده. على طول أول حركة هعملها separate the variables in one side and numbers in the other side أهو.
خدت ال minus 3x وديتها ال other side from right to left، عدت علامة اليساوي، غيرت الإشارة، بدل ما كانت minus بقت positive. same same، عندي 16، عندي positive 2، تروح from left hand side to right hand side، يبقى 16 minus 2 exactly right. يبقى all you have to do is to rearrange the equation, your equation, to have all the variables in one side and the numbers on the other side. يبقى أنا خليت minus 5x plus 3x equal عندي 16 minus 2 زي ما حضرتك شايف. ابدأ جمع الأرقام، عندي هنا different signs، عندي positive 16 و minus 2 يعني إذن ده يديني 14 positive. عندي minus 5 و 3 الديفرنس بينهم 2 والكبير negative، يبقى عندي الفرق minus 2 أهو. يبقى إذن أصبح عندي minus 2x plus 14. بص كويس، 16 minus 2 leads to 14. minus 5x plus 3x يدي لك minus 2x. الستيب اللي بعدها divide both sides على الكوفيشنت اللي قدام الاكس، يبقى both sides will be divided by minus 2. الحركة اللي بعديها اهي x بيساوي 14 divided by minus 2 يعني x بيساوي minus 7. برضو لو انا خدت minus 7 وحاولت ان انا اعمل substitution in two sides، هلاقي ان ال right hand side بيساوي ال left hand side، وده اسمه unique solution. يبقى البروبلم الاولانية كان الحل بتاعها x equal 3، the second problem the solution that we have is x equal to minus 7. لو انا جيت اجرب minus 7 يا ترى صح ولا غلط، عايز اعرف ان صح ولا غلط، هقول minus 5 times minus 7 which is 35. 35 plus 2 37. keep them with you. تعال بص على ال right hand side. minus 3 times minus 7 21. 21 add on it 16 it will give you 37 exactly right like the left hand side. يبقى انا شفت المعادلتين اللي قدامي. الستيب اللي بعديها عندي ادي معادله كمان اهو، عايز تسولف ات. هنا الفاريبل ما هوش اكس، الفاريبل اللي هنا اسمه واي. سيم واي لايك، هخلي الفاريبلز ان وان سايد والنمبرز اون ذا اذر سايد. يبقى 6y يروح الرايت هاند سايد والماينس 20 يروح ذا اذر سايد. لو انا عملت كده اهو هيبقى 10y minus 6y equal 20 plus 4. شوف minus 20 لما تروح الـ other side تروح بـ positive 20، 6y لما يروح الـ other side يروح minus 6y. عندي 10 minus 6 اللي هو بيديني 4y، عندي 20 plus 4 بـ 24. يبقى إذن أنا عندي 4y equal 24 يعني الـ y equal 24 divided by 4 يعني بيساوي 6. يبقى إذن الـ y بيساوي 6 which is a unique solution. من فضلك حاول تحل المسألة دي بالقلم والورقة معك. ادي المسألة number 3 which is 3t plus 10 equal 4t minus 6 exactly the same. انا كل اللي انا عملته عايز اوريك ان انا مش مرتبط ان الفاريابل يبقى اسمه x، ممكن يبقى x ممكن يبقى y ممكن يبقى t ممكن يبقى m whatever. الستيبس are fixed. اول ما تبقى دي first degree equation in one variable، يبقى انا علشان to solve it we will have to separate all the variables in one side and all the numbers on the other side. كمان مرة اهو، يبقى إذن 3t plus 10 equal 4t minus 6. gather all the variables in one side، يبقى 4t يروح ال other side ب minus 4t و 10 تروح ال other side ب minus 10. يبقى عندي 3t minus 4t equal minus 10 minus 6. step الدايركت اللي بعديه على طول 3t minus 4t الكلام ده يديني minus t. عندي minus 10 و minus 6 their addition will be minus 16. divide both sides on negative 1، يبقى ده معناها ان t بيساوي 16. voila we are done. يبقى انا عرفت ان دي unique solution يعني حل منفرد. ويعني ايه حل منفرد؟ ان just only t equals 16 will make the both sides match will make them equal left hand side equal right hand side with the value of t equal 16. Other than that, it will never, you will never have the left hand side equal to the right hand side. كمان let's try it once more. تعال نبص على الايكويشن اللي موجودة عندي تحت دي. انا كل اللي انا عملته انا لقيت اولا هو ايه اللي قدامي ده؟ انا زودت brackets. ما تخافش، ليه خايف؟ بص كويس قوي. Yes it's an equation. Yes it's in degree number 1 لان ال variable t الباور بتاعه واحد وال variable t الباور بتاعه واحد. Yep in one variable لان ما عنديش الا variable واحد اسمه t. How to solve it؟ First break the brackets.
اول خطوه اكسر الاقواس اللي عندك دي. اكسرها ازاي؟ دي معناها ان التلاته is a common taken from this bracket. خلي التلاته ينضرب في النمبرز، يبقى 3 times 2 و 3 times 8. same way like 6 times 4 و 6 times t. لو انا عملت كده اصبحت بالشكل ده، 3 times 2 ب 6t، 3 times 8 ب 24. yep exactly the same. 6 times 4 ب 24، 6 times t ب 6t. بعد ما وصلت للمرحله دي rearrange them once more. لو انا جيت اعمل كده هجيب ال 6t دي مع ال t وال 24 مع النمبرز، هلاقي 6t minus 6t equal 24 minus 24. كمل هلاقي ان 6t minus 6t بيساوي 0، 24 minus 24 equal 0. الله، انا مش متعود على كده. انا متعود لما اجي احاول ان انا اقسم المعادله بتاعتي الاقي ال variables gathered in one side وال numbers in one side، بس عمره ما حصل ان انا لقيت 0 equal 0. What's the meaning of 0 equal 0؟ Actually this is a special case. We have two special cases. This is one of them. لو انت بصيت للكيس دي معناها ايه؟ الكيس دي معناها ان انا عندي infinitely many number of solutions، عندي infinite number of solutions. اي value of t you will put it in this equation it will make the right hand side equal to the left hand side. تعال نجرب. Let's put t equal 0 in both sides. لو انا حطيت t ب 0 هيبقى 6 times 4 ب 24. لو انا حطيت هنا t بيساوي 0 هيبقى 3 times 8 ب 24. left hand يساوي right hand. تعال حط t ب 1. لو انا حطيت الواحد هنا هيبقى 1 plus 4 ب 5. 5 times 6 ب 30. exactly the same on the other side. 2 times 1 ب 2. 2 plus 8 10. 10 times 3 30. left hand side equal right hand side. لو انا شلت كل t وحطيت minus 1 هيبقى 4 minus 1 ب 3. 3 times 6 18. Let's try it. 2 times minus 1 minus 2. Minus 2, 8, minus 6. Minus 6 times 3, minus 18. Left hand side equal right hand side. Voila. يبقى إذن أنا عندي الحالة دي لو حصل 0 equal to 0, it's an infinite number of solutions or infinitely many number of solutions. تعال بص على المسألة اللي بعديها, which is 4t plus 6 divided by 2. الكلام ده بيساوي 3t plus 2. عايز أحل الإيكويشن دي. على فكرة أنا عندي طبعا step by step during the various problems اللي احنا بنعدي فيها بنشوف various mathematical situations. فوق هنا احنا شفنا ازاي نتعامل مع البراكت بسهولة خالص. النمبر اللي بره بيتضرب في كل الاليمنتس اللي جوه البراكت، لذلك ضربت هنا 3 في 2 ب 6 و 3 في 8 ب 24. same way like 6 في 4 ب 24 و 6 times t ب 60. هنا المرة دي أنا عندي denominator وعندي denominator. If it happen it means all the denominators will be divided on this common denominator. يعني دي معناها 4t divided by 2 plus 6 divided by 2. لذلك أنا لو كملت هلاحظ إن أنا عندي 4t divided by 2 ب2t و6 divided by 2 بيساوي 3. لو كانت الإشارة دي نيجاتيف كنت ألاقي الإشارة دي نيجاتيف، فا it's okay. الستيب اللي بعديها rearrange. Get the variables in one side and the numbers on the other side. وما فيش تغيير، هي خلاص ثابتة، هي المسألة خلصت أصلا. الخطوة اللي بعديها يبقى 2t minus 3t equal minus 3 plus 2. التلاتة دي لما وديها الطرف ده تروح ب minus 3. عندي 2t minus 3t يعني إذن الفرق بينهم minus 1، وبعدين عندي minus 3 plus 2 الديفرنس بينهم minus 1 أهو. يبقى إذن 2t و minus 3t يبقى إذن minus t. minus 3 و plus 2 يبقى difference ما بينهم minus 1. divide both sides by negative 1 يبقى t equal to 1. يبقى إذن أنا جبت السولوشن بتاعي. يا ترى ده طبعا ده unique solution يعني حل منفرد. تعال خد t بتساوي 1، تعال عوض كده 3 times 1 ب 3، 3 plus 2 ب 5. left hand side right hand side 5. تعال جرب في الأذر سايد 4 times 1 4 plus 6 10. 10 divided by 2 5. يبقى ده معناه ان الرايت هاند سايد بيساوي 5 والليفت هاند سايد بيساوي 5. يبقى اذا المعادله بتاعتي كلها مظبوطه 100%. لو بصيت برضو على الايكويشن دي which is really very nice equation برضو still it's a first degree equation in one variable. كل اللي انا هعمله الخطوه اللي بعديها على طول هحاول to separate the various variables اللي احنا شايفينها قدامي. يعني اذا هاخد v over 2
we will move it from the left hand side, from the right hand side to the left hand side. أول ما أعمل كده يعني v over 2 لما هنقلها تروح بنيجاتيف، يبقى أنا عندي v by 2 minus v by 2، الكلام ده بيساوي 5. الـ minus 13 لما نقله يروح positive 13. طبعا v over 2 minus v over 2 الفاليو بتاعتها بتساوي 0 والكلام ده بيساوي 18 أهو، يبقى إذا 0 بيساوي 18، ده معناه no solution. اللي حصل قدامي ده no solution، لأنه مستحيل إن الزيرو يساوي 18، إن الزيرو يساوي 18 ده مستحيل، it will never happen. طب هو ده حصل إزاي؟ كان في خطأ في تكوين المعادلة دي، مش خطأ في كتابتها دلوقتي، هي المعادلة فيها خطأ. ما هو المعادلات دي إحنا we will formulate down the road، كمان شوية لما نخش في chapter number 1 في الجزء بتاع financial mathematics، this equation you will develop it, you will gather it, you will build them up. فبالتالي هتعرف إذا كان فيها خطأ ولا لأ، لو ادتلك unique solution, infinite number of solutions أو no solution هتعرف الكلام ده. يعني عموما أنا مشيت نفس الستبس، لو حصل عندي إن 0 equal 0 يبقى infinite number of solutions، لو ال variable سوى number يبقى unique solution، لو حصل عندي value doesn't equal to the other side ده معناه على طول إن ده no solution. طبعا أهي مكتوبة عندك no solution. لو انت لاحظت احنا حلينا 7 مسائل على ال first degree in one variable equations. طبعا انا محتاج ان انا اشوف application من ايديك واحاول اشوفك بتحل المعادلات دي ازاي لوحدك. طبعا عايزك تعمل ايه؟ عايزك تحل الست معادلات اللي موجودين قدامك كلهم زي اللي فات، تأكد 100% ان في سؤال. يعني انت دلوقتي، انت دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده، انت دلوقتي معاك 4 درجات او درجتين من درجات الامتحان النهائي موجودين في ايدك دلوقتي. حاول تحل السبع مسائل اللي انا قلتهم، وحاول تحل الاساينمنت اللي موجود قدامك. لو انت نجحت في كده وحليت دول كويس، يبقى الموضوع من اروع ما يمكن ان تتخيل. انت كده 100% سجلت كل حاجة، قدرت الجزء ده انك تستوعبه بشكل كبير جدا. رجاء حاول تحلهم وان شاء الله مش هتلاقي فيه مشاكل خالص. ده بالنسبة للجزء الاولاني في الفصل الاول. طبعا نتيجة ان احنا في السمر كورس فالموضوع مضغوط شوية، فاحنا هناخد ده، وطبعا هو متسجل وريكوردد معاك، فانت تقدر تتفرج على الجزء الاولاني والجزء التاني. دلوقتي انا عايز اكمل معاك الجزء التاني من الليكشر بتاعتنا. الجزء التاني من الليكشر بتاعتنا انا هتكلم فيه، الجزء التاني في الليكشر بتاعتنا هتكلم فيه على الكوادراتيك ايكويشنز او السكند ديجري ايكويشنز، ايه هي وازاي بقدر احلها. والجزء ده صدقني اسهل بكتير حتى من الجزء الاولاني اللي هو فيه الجزء بتاع الكوادراتيك ايكويشنز. يبقى انا ده معنى ان انا خدت الفيرست ديجري ايكويشنز، ودلوقتي هبدا اتكلم على السكند ايكويشنز. تاني نتكلم على السكند ديجري ايكويشنز او الكوادراتيك ايكويشن. طيب يا ترى شكل معادله ايه الكوادراتيك ايكويشن ده؟ الشكل بتاعها بص عليه كويس قوي، اتس ان ايكويشن. عرفت منين انها ايكويشن؟ لان فيها يساوي، ففيها ليفت هاند سايد ورايت هاند سايد، اذا الرايت هاند سايد بزيرو والليفت هاند سايد لازم يبقى كده. يا ترى دي فيرست ديجري؟ نو نو نو، ذس از ا سكند ديجري ايكويشن. وات ذا هيك، عرفت منين انها سكند ديجري ايكويشن؟ You have in one variable. طبعا ال variable اللي موجود عندي x، ال x دي ال power بتاعها 1 لكن ال x دي power بتاعها 2، يبقى دي quadratic equation أو second degree equation. يبقى أول ما بصيت على اللي موجود قدامي ax square plus px plus c، عرفت منين إن ده second degree equation؟ الأمر بسيط، equation لأن عندي equal. عرفت منين second degree؟ لأن ال x اللي موجودة ال power بتاعها 2. طيب يا ترى السولوشن بتاعها بيتجاب ازاي؟ ابدا، قانون واحد حضرتك بتحفظه اسمه الكاركترستيك ايكويشن لو. القانون ده بيقول ماينس بي بوزيتيف نيجاتيف سكوير روت 4 بي سكوير ماينس 4 اي سي على 2 اي. ايوه شايفك يا اللي ورا بتقول لي انا مش فاهم حاجه. ازاي مش فاهم حاجه؟ ده الامر سهل قوي. بص له تاني، انا عندي اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي ايكوال 0، يبقى اذا ده معناه ان اكس 1 و 2 ايكوال ماينس بي positive or negative square root 4 ال b square minus 4 ac على 2a. لو انت بصيت تاني ax square plus bx plus c، انا هاخد ال value بتاعت ال b ده هيبقى number، مرة هحطه هنا ومرة هعمل له square، بعدين هضرب ال a times c واحطه هنا minus 4ac،
under the square root depending على الفاليو بتاعت ال discriminant اللي هو b square minus 4ac اقدر اعرف المعادله دي لها solutions شكلها عامل ازاي. ما خلي بالك انا نسيت اقولك ان الفيرست ديجري equations دي بيبقى لها one solution، لكن لما يبقى عندي second degree equation ال x دي will have two solutions. طب لو عندي x power 3 مش هناخدها، انا بهرج معاك، في ناس تانية بتدرسها بيطلع لها كام solution 3. طب لو x power 4 يبقى انا عندي 4. طبعا ال values دي على فكرة بيطلق عليها roots في بعض التخصصات يعني. يبقى اذا انا عندي دلوقتي ادا الفاليو بتاعت اللو بتاعي، هو ده اللي انا عايزك تحفظه لغايه دلوقتي او تبقى عارفه، لكن المعادله اللي موجوده قدامي دي depending على b سكوير minus 4ac احنا between 3 cases، يا اما 2 distinct real roots وده لو ال b سكوير minus 4ac كان positive، عنده 2 equal roots لو ال b سكوير minus 4ac equal to 0، عندنا نو ريال روت لو ال b سكوير minus 4ac كان نيجاتيف. يبقى انا عندي 3 cases. case number 1 لو b سكوير minus 4ac كان بوزيتيف وده معناها ريال distinct roots. طب لو ال b سكوير minus 4ac equal to 0 ده معناها ان انا عندي 2 equal roots. طيب لو ال b سكوير minus 4ac كان it give you a value less than 0 ده معناها ان انا عندي نو ريال روت. اوكي تعال نكمل مع بعض. ايه الـ steps of solution؟ ولا اي حاجة، بكتب المعادلة بتاعتي تاني اهو الـ equation بتاعتي ax square plus bx plus c equal to 0. الـ step اللي بعديها على طول بحدد الـ various values of a و b و c، يبقى اذا ax square bx زائد c بيساوي 0، احدد الـ a والـ b والـ c. الـ step اللي بعديها على طول هاخد الـ values دي و substitute into the characteristic part او في اللو بتاعها اللي هو minus b positive negative square b square minus 4ac على 2a. الامر بسيط قوي. يبقى اذا دي الـ quadratic equation. الحركة اللي بعديها على طول هروح شايل الـ a والـ b والـ c ومعوض بالـ values بتاعتهم بعد ما حددهم زي ما هنشوف حالا. step number 4 بعمل simplification. طبعا عشان الجزء ده يبقى تفهم كويس قوي بالنسبة لك انا حطيت لك 9 مسائل كلهم اعادة لبعض مفيش اي اختلافات. تعال نشوف كده step by step ايه اللي احنا بنعمله. الموضوع هنا حتى اسهل من الفيرست ديجري ايكويشن. قبل ما ابدأ فيه، الناس فكرة ولا نسيت الفيرست ديجري ايكويشن بنحلها ازاي؟ first degree equations اللي هي بيظهر فيها x to the power of 1، كل اللي انا بعمله بعمل rearranging لل various terms، بخلي ال x variables in one side وال numbers on the other side، grab them then gather them together، ال value اللي قدام ال x divide عليها ال two sides. خلاص انت كده حليت ال equation اللي هي of first degree. لما ابدا اتكلم على الايكويشنز اوف سكند ديجري او اللي هي الكوادراتيك ايكويشن، كل اللي انا بعمله فيها ان انا بستخدم اللو زي ما هتشوف دلوقتي. تابع. لو بصيت على المثال الاولاني بيقول x سكوير بلس 3x بلس 2 ايكوال تو 0. الخطوه الاولانيه first step write ax سكوير بلس bx بلس c ايكوال 0، دي خطوه مش هتتغير. This step will never change. It will be the same. Exactly the same. Remark ان ال coefficient بتاع x square equal to 1، ان ال coefficient بتاع x equal to 3، ان ال coefficient بتاع c equal to positive 2. يبقى انا كده عرفت ان ال a equal to 1، ال b equal to positive 3، c equal to positive 2. Step number 2 write the law. You will have to memorize it. You will have to memorize it. Actually, if you follow up with me on this lecture, we will end up that you already memorize it. You don't have to exert extra effort in order to write it down or to... You will memorize it. It's really very simple. Minus b positive negative square root b square minus 4ac over 2a. كل اللي انا هعمله دلوقت, we will replace a, b, c, whatever, by their values that we have. يبقى أول step هعملها, هشيل ال b في اي مكان احط مكانها 3، هشيل ال a في اي مكان احط مكانها 1، وهشيل ال c في اي مكان احط مكانها 2. فوالا اهو شلت ال b وحطيت 3،
يبقى اذا minus 3 positive or negative. b square يعني 3 square minus 4 a times c ال a ب 1 وال c ب 2 الكلام ده كله divided by 2a يبقى 2 times 1 اهو. هبدأ أفك الأرقام دي وأجمعها مع بعضها بالراحة كده. يبقى إذن الخطوة اللي بعديها التلاتة لما أعمل لها سكوير يبقى 3 times 3 بيساوي 9. لما أضرب minus 4 times 1 times 2 ده يديني minus 8. 2 times 1 ده يديني 2. الستيب اللي بعديها هقول minus 3 positive or negative 9 minus 8 ده ب 1 والكلام ده divided by 2. طبعا لما اخد square root to 1 يعني ايه النمبر اللي اضربه في نفسه يدي لك 1 هو 1. يعني اذا اصبحت minus 3 positive or negative 1 divided by 2. على فكرة positive or negative لان انا عندي 2 roots. فاكر لما انا قلت لك انها quadratic equation او second degree equation يعني لها 2 solutions. One of them will take the positive sign and the other one will take the negative sign. اهو بص تاني كده هتلاقي x1 minus 3 minus 1 divided by 2 x2 بقت minus 3 plus 1 divided by 2. الستيب اللي بعديها minus 3 و minus 1 بقت minus 4 divided by 2 minus 2 التانية هتبقى minus 3 plus 1 divided by 2 يبقى ب minus 1. روعة. الحركة اللي بعديها direct يا شباب انا جبت x1 وجبت x2 ده ب minus 2 ده ب minus 1. الخطوة اللي بعديها على طول x1 بيساوي minus 2 و x2 بيساوي minus 1 دول التو solutions بتوعي بتاع الإيكويشن بتاعتنا. فعلا لو أنا خدت أي واحد من النمبرز دول من التو نمبرز اللي عندي اللي هو minus 2 minus 1 وحاولت أعمل substitution في الإيكويشن دي هلاقيها satisfied. the left hand side بيساوي right hand side both of them equal to 0. تعالى عوض كده شيل كل x وحط minus 2 minus 2 square ب 4 for positive بعدين minus 2 times 3 minus 6 4 plus minus 6 يديني minus 2 minus 2 positive 2 equal to 0 left hand equal right hand. لو حطيت كل x ب minus 1 هيبقى ده positive 1 ودي أصبحت minus 3 positive 2. لو أنت جمعت هيبقى 1 minus 3 positive 2 كلهم على بعض بيساوي 0 which is more than perfect. يبقى left hand side بيساوي right hand side. خلي بالك من الستبس مش هتتغير. تعال ناخدها كمان اهو. عندي 3x سكوير minus 2x plus 5 equal to 0. ها مين يقول first step right ax سكوير plus bx plus c ال a equal to 3 ال b equal minus 2 ال c equal 5. اها يبقى انا عرفت ال a وال b وال c اهم. ال a بيساوي 3 ال b minus 2 c 5. اللي لسه مش واخد باله بص كويس قوي ال A بتساوي 3 ال B بالنمبر اللي فوقيها اللي هو minus 2. ما خلي بالك البوزيتيف ده معناه ان الاشارة دي كلها على بعضها will be taken. يبقى ال B بيساوي minus 2 C بيساوي 5. الحركة اللي بعديها اكتب اللو x1 و2 بيساوي minus B زائد او ناقص الروت بتاع B square minus 4AC على 2A. هريبليس every B by minus 2 خلي بالك من الاشارة وهشيل ال A وال C وهول ريبليس دم. اها بص كده ماينس شلت ال B وحطيت مكانها ماينس 2 يبقى اصبح عندي ماينس بتاع ماينس 2 بوزيتيف اور نيجاتيف ماينس 2 سكوير اي ماينس 2 الكل سكوير ماينس 4 ال A بيساوي 3 وال C بيساوي 5 يبقى ماينس 4 تايمز 3 تايمز 5 الكلام ده ديفايدد باي 2 تايمز 3. الستيب اللي بعديها اصبح عندي نيجاتيف نيجاتيف ب 2 positive or negative 4 minus 60. بص كويس قوي لو حصل under square root negative sign لو دي negative sign ده معناه no solution. ده معناه no solution هو الإجابة المظبوطة no real solution لأن ممكن يبقى عندي نوع تاني من النمبرز اللي احنا متعودين عليها وإن كان احنا مش بنستخدمهم اسمه complex numbers أو conjugate numbers. لكن احنا بالنسبة لنا لو ده حصل عندي هكتب no real solution no real solution. تاني no real solution امتى ده يحصل؟ لو السكوير روت النمبر اللي كان تحتيه كان نيجاتيف يبقى ده معناه ان مفيش حل. تابعني معلش الواحد ريقه نشف فحبيت اخد شويه ميه.
بص كده، انا عندي x سكوير بلس 10x بلس 25 ايكوال 0. الموضوع خلصان اصلا. كل اللي انا هعمله عايز اجيب ال a وال b وال c. حد يقول لي بسرعه ال a بكام؟ ايوه، ال a ب1، ال b ب10، وال c ب25. اهم ال a بتساوي 1، ال b بيساوي 10، وال c بيساوي 25. الستيب اللي بعديها هكتب اللو. اللو بيقول ايه؟ ماينس b positive or negative square root 4b square minus 4ac divided by 2a. يبقى اذا كتبت اللو بتاعي، كل b انا هشيلها واحط مكانها 10، يعني اذا دي اصبحت minus 10 positive or negative square root 4 100 minus 4a times c، يبقى minus 4 1 times 25 divided by 2 times a، يبقى 2 times 1 اهو. يبقى انا جبت x1 و2 equal minus 10 positive or negative square root for 10 square minus 4 times 1 times 25 divided by 2 times 1. لو انت واخد بالك، ال c انا شلتها وحطيت 25، ال a replace it بواحد، ال b we replace it by 10، وعملنا substitution بتاعنا اصبح اهو 100 minus 100 بيساوي 0، under square root بيساوي 0، يبقى minus 10 positive or negative 0، يعني minus 10 divided by 2 minus 5. كده على طول قدرت اجيب الفاليو بتاعت x1 و x2 اللي هي بتساوي minus 5 100 100. الستيب اللي بعديها، طبعا المسألة اللي فاتت كانت 2 equal roots both of them equal minus 5. لو بصيت على المسألة دي خلاص ومفيش جديد، انا عارف ax سكوير بلس bx بلس c equal 0، يعني ده معناها ان ال a equal to 1، ال b بيساوي 3، ال c بيساوي minus 4. اكتب اللو minus b positive or negative square root b square minus 4ac على 2a. ابدأ اعمل replacement، يبقى اذا هشيل ال b وحط مكانها 3 positive or negative square root، هشيل ال b وحط 3 minus 4 times 1 times c على 2a، يعني 2 times 1. الستيب اللي بعديها gather the various values that you have. 9 و 16 هما الاثنين ب 25، under square root يديني positive 5، يعني اذا دي اصبحت minus 3 positive or negative ال 25. لو انا اختصرت جبت ال square root بتاع 25 يعني ب 5، يبقى اذا انا عندي two values، مرة minus 3 minus 5 ومرة minus 3 positive 5 both of them divided by 2، يعني اذا دي معناها ان x بتساوي minus 8 by 2 بيساوي minus 4، و x2 هو minus 3 plus 5 اللي هو 2 divided by 2 يديني 1. يبقى انا عرفت ال 2 values بتوعي. كمان مرة نحل كمان مسألة. شوف اهم حاجة انك تحل المسائل دي بايدك. انت اتفرج على الفيديو بعدين وعندك البي دي اف بتاع المحاضرة دي، حاول بعد ما تشوف وتخلص ده تمسك البي دي اف تغطي، تشوف المسألة وتغطي الحل وتحله بإيدك وتشوف انت صح ولا غلط. طبعا الحل هنا x1 بيساوي minus 4 و x2 بيساوي. تعال نبص على المسألة دي، مسألة مهمة على فكرة. ده t square minus 2t بيساوي 8. لو انا بصيت كويس، this is second degree equation. عرفت منين انها equation once more؟ لان في يساوي. عرفت منين انها second degree؟ لان ال variable اللي عندي اللي اسمه t الباور بتاعه ب 2. طبعا شكل المعادلة اهو t square minus 2t minus 8 بيساوي كام؟ بيساوي 0. الستيب اللي بعديها direct، بعد ما وصلت ان 2t minus ان t square minus 2t minus 8 بيساوي 0، الخطوة اللي بعدها ببساطة خالص هبدأ اعمل ايه؟ على طول هروح جاي موزع المعادلة بتاعتي t square minus 2t minus 8، هروح جايب ال a بيساوي 1، ال b بيساوي minus 2، c بيساوي minus 8. ريمارك وخلي بالك، لاحظ ان الايكويشن كده انا ما كانش ينفع اشتغل، انا لازم اخليها equal to 0 عشان تبقى على الستاندرد فورم، على النورمال فورم، على الفورمة الاساسية اللي انا بقدر اختار ال a وال b وال c بتاعتهم صح. لاحظ كمان ان ال 8 لما انا حركتها من الرايت هاند سايد للليفت هاند سايد غيرت الاشارة بتاعتها، فبقت t square minus 2t minus 8 equal to 0. كمل الستيب اللي بعديها، minus b positive or negative square root 4b square minus 4ac و divided by 2a. هبدأ to replace every b by minus 2 every a by 1 و c بيساوي minus 8. يبقى إذن أنا عرفت أن x1 و 2 بيساوي minus بتاع minus 2 positive or negative square root 4، هشيل كل b وحط minus 2 يبقى minus 2 square.
بعدين minus 4 times a بعدين times c. الكلام ده divided by 2 times 1. الحركة اللي بعديها direct. يبقى إذن x1 و2 بيساوي 2 positive or negative square root for 4 plus 32 divided by 2. الحركة اللي بعديها هبدأ أجمع النمبرز، يبقى ده بيساوي 2 positive or negative square root for 36 divided by 2. يعني ده معناها 2 positive or negative 6 divided by 2. يعني ده معناها إن أنا عندي 2 مرة plus 6 و 2 minus 6. 2 plus 6 ب 8 لما أقسمهم على 2 يديني 4، و 2 minus 6 ب minus 4 لما أقسمهم على 2 يبقى ب minus 2. يبقى إذن أنا جبت الـ x1 وجبت الـ x2 وعرفت الـ values بتاعتهم. كمان مرة يلا اهو 5r square 3 minus 2r. ما ينفعش، لازم اعيد الترتيب، لازم اخلي الـ variables on one side و 0 on the other side. يبقى الـ minus 2r لما يتنيل يروح positive، والـ 3 لما تتنيل تروح minus 3. ادي الـ equation بتاعتي. هنا الـ main variable بتاعي r، طلع الـ a والـ b والـ c. يبقى الـ a بتساوي 5، الـ b بيساوي 2، الـ c بيساوي minus 3. استخدم اللو minus b positive negative square b square minus 4ac على 2a. مين سبقني؟ مين عرف يقولها بسرعة أكتر مني؟ يبقى minus، أقول لك تاني، minus b positive، أنا بغمر دهنها على فكرة، positive or negative square root for b square minus 4ac على 2a. no peeking، حاول تعملها كده. الحركة اللي بعديها ابدأ شيل وعوض. يبقى إذن هشيل ال b وحط 2 و we replace a and c by their values 5 و minus 3. يبقى إذن minus 2 positive negative square root 4 b square minus 4 a times c. add ال a as you see ب 5 وال c بيساوي minus 3. we will multiply them together. the second step will be عندي minus 4 times 5 times minus 3 ده يديني 60، و 4 يبقى 64. يبقى عندي minus 2 wait a moment please. خلي بالك في عندك هنا ادي minus و 2، يعني ديت المفترض انها تبقى minus 2. في هنا اشارة مش مظبوطة، حاول تظبطها عندك. يبقى ده minus 2. لما هكمل يبقى دوت 2 positive or negative square for 64، يبقى 2 positive or negative 8 divided by 10. وبالتالي اقدر اطلع الفاليوز بتاعتي. وخلي بالك من الخطأ بتاع الاشارة بتاع الاتنين دي، المفروض انها تبقى negative، هيأثر لك على الارقام اللي جاية بعد كده. حاول تشوفها وقول لي الإجابات الصح بتاعتها المرة اللي جاية. تمام، بص كمان على المسألة دي. x square minus 16 equal to 0. برضو المسألة دي على فكرة دي second degree equation، وطبعا زي ما أنا قلت لك لو أنا حبيت أحلها الأمر سهل قوي. أهو عرفت إن الـ a بيساوي 1، الـ b مش موجودة، هي موجودة بس أنت مش شايفها لأنها هي عبارة عن plus 0 times x، وال c بيساوي minus 16. لو انا عوضت في اللي هو minus b positive or negative square root 4 b square minus 4 ac على 2 a. الستيب اللي بعديها اشيل ال a وحط، اشيل b وحط 0، اشيل ال a وحط 1، اشيل c وحط minus 16 divided by 2 times 1. اهو يبقى x1 و2 هيساوي positive or negative square root for 64 divided by 2. الستيب اللي بعديها لما اخد ال square root بتاع 64 يديني 8 positive or negative divided by 2. يعني ده يديني x1 equal to positive 4 و x2 equal to minus 4. عرفت ال values بتاعتي. عندك كمان مسألة اهي x square plus x plus 10 equal to 0. اول ما بصلها ال a بيساوي 1، ال b بيساوي 1، ال c بيساوي 10. اها هروح اعوض في اللو minus b positive negative square minus 4ac على 2a. اول ما ابدا اعمل السبستيتيوشن بتاعي هشيل every b واحط 1، هشيل ال a واحط 1، وشيل ال c واحط 10. لما جيت بس ستوب، مش هكمل على طول، no real solution لان السكوير روت تحتيه نيجاتيف فاليو، يبقى مش هكمل، ده no real solution. ايوه مكتوب لك كمان بالعربي، بالتالي لا يوجد حل حقيقي لهذه المعادله، لانه يوجد حلول في بعض الفيلدز الاخرى بيبقى اسمه حل مركب او الارقام المركبه او الكومبلكس نمبرز كده يعني. عندك كمان مساله x square plus 3x plus 4 equal to 0. ده معناها ان ال a وال b وال c، a بيساوي 1، b بيساوي c، c بيساوي 4.
هطبق اللو بتاعي ماينس بي بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت 4 بي سكوير ماينس 4 اي سي على 2 اي. الستيب اللي بعديها على طول هبدأ اعمل السبستيتيوشن بتاعي سيم واي لايك. زي ما انت شايف 9 مسائل احنا واخدينهم كلهم زي بعض تقريبا اهو. لما عوضت الحركة اللي بعديها على طول 9 وماينس 60 اب ستوب نو ريل سولوشن لان اندر ذا سكوير روت اصبح عندي ماينس 7 برضه. خلي بالك انا حاطط لك هنا assignment مش الهدف منه ان انا ضايقك، بس الهدف منه ان انا فعلا عايز اشوف ان انت خلاص الجزء ده انت بتحله انت مغمض. اي second degree equation x square plus value of x plus value of number plus a number equal to zero هحلها ازاي؟ على طول بستخدم اللو من غير تفكير، مفيش تفكير. minus b positive negative square b square minus 4 ac على 2a هبدأ اعمل substitution جبت الريزلت بتاعتي. اتمنى انك انت تكون قدرت تتابع المحاضره دي كويس، وعموما هتلاقيها موجوده طبعا على اليوتيوب تشانل بتاعتنا زي ما احنا متعودين، والسكيدول بتاع الليكتشرز اون زوم هنعدي على الكلام ده ستيب باي ستيب برضو ونحله مع بعض تاني ونعمل ديسكشن لو في حاجه مش واضحه او في حاجه تلخبطك او شيء من هذا القبيل. انا متشكر جدا جدا على المحاضرة الجميلة دي، واتمنى يا رب ان انتوا كلكم تكونوا شفتوها، وارجوك لو في اي تعليقات سيبها في الكومنت لاين اللي موجود على اليوتيوب، وحاول تعمل سبسكرايب وما تنساش تفعل الجرس عشان باستمرار توصلك الفيديوهات بتاعتنا ستيب اول ما تنزل او اول ما بنزل فيديو يقدر يوصلك على طول. شكرا، وان شاء الله باذن الله نتقابل المره الجايه. ولو في اي شيء زي ما قلت لك سواء كان معايا او مع البشمهندس حسن اسال عليه على طول وما تسيبش حاجه. شكرا. تشيك. ثانك يو فيري ماتش. الكل يخلي باله من نفسه ويحاول انه يكون حذر. اشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.